لدغات حشرات يجب أن يكون أي شخص قادرا على تحديدها، حيث يتمكن عدد قليل من الناس من تجنب لدغ الحشرات. تصبح هذه المشكلة أكثر إلحاحا في فصل الصيف. في بعض الأحيان يكون من الصعب جدا تحديد ما الذي يزعجك بالضبط. قد تؤذيك اللدغة أو تجعلك تشعر بالحكة أو حتى تنتفخ. هناك العديد من الحشرات المختلفة وكلها تنقل أمراض مختلفة، لذلك من المهم تحديد ما هي الحشرة التي لدغتك بالضبط. ولكن لا داعي للذعر، في قناة روضة الأنوار سنقدم لك دليلا صغيرا سيساعدك على تحديد هذه الحشرة. الزنبور. أعراض لدغة الزنبور تشبه التي تظهر بعد هجوم النحل. تصبح منطقة اللدغة حمراء ومتورمة، وتشعر الضحية بالألم والحرقة. قد يكون هناك نزيف على الجلد، يمكن أن يلدغ الدبور عدة مرات، تماما كما هو الحال مع هجوم النحل. من المهم جدا معرفة ما إذا كنت تعاني من الحساسية، حيث قد تكون هناك صدمة تالية. النحلة. إذا لدغتك النحلة فأنت في حاجة إلى إزالة اللدغة التي قد تكون لا تزال في مكان الهجوم. عادة ما يصاب الجلد بالإحمرار والتورم، ويشعر الشخص بالحرقة وألم حاد، وتظهر حكة شديدة بعد ذلك بقليل. إذا لم تكن تعاني من الحساسية فهذا هو المكان الذي تنتهي فيه مشاكله. ومع ذلك إذا كان الشخص لديه حساسية من سم النحل فقد يعاني من مشاكل في التنفس، وهو أمر خطير. الدبور. تصبح المنطقة التي تم لدغها بواسطة الدبور حمراء، وقد تظهر بعض البثور، فتشعر الضحية بألم سيء للغاية، بل أسوأ من ألم لدغة الزنبور. سم الدبابير أكثر سمية، وذلك لأن الحشرة نفسها أكبر حجما. إذا شعرت الضحية بالبرد في الأطراف أو بدأت مشاكل في التنفس فيجب على الضحية زيارة الطبيب. البعوض. لدغة البعوض تبدو وكأنها بقع حمراء منتفخة بحجم التوت تقريبا، غالبا ما تظهر في مناطق مفتوحة من الجسم. عندما يعضون يقومون بحقن اللعاب في الجرح. يحتوي اللعاب على مضادات التخثر التي تجعل الدم أنحف، تتسبب في أن يصبح الجلد أحمر مع حكة وتورم. القراد. رد فعل الجسم على لدغة القراد هو بقع حمراء. يمكن أن تكون الحشرة في الضحية لفترة طويلة وتكبر وتكبر مع شرب الدم. أسوأ شيء هو أن القراض يصيب الأشخاص المصابين بالتهاب الدماغ والمرض والعديد من الأمراض الأخرى. إذا قمت بإزالة الحشرة من جسمك ولكن البقعة الحمراء لا تزول وستستمر في النمو، يجب عليك زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن. البراغيث. يمكن بسهولة الخلط بين لدغات البراغيث بسبب الحساسية أو لدغات البعوض، لأن بقع العض تبدو حمراء ومتورمة. ومع ذلك على عكس البعوض فإن لدغات الحشرات مؤلمة للغاية، والحكة أسوأ بكثير. تهاجم البراغيث عادة الساقين، ولا يمكن أن يكون الشخص النائم سوى الضحية. يمكن لحشرة واحدة أن تلدغ عدة مرات، لذا فإن المسافة بين البقع الحمراء عادة ما تكون بين 1 إلى 2 سنتيمتر، وتنقل البراغيث العديد من الالتهابات الخطيرة. النمل. معظم النمل لا يشكل أي خطر على البشر، ومع ذلك يمكن أن تسبب نملة النار الحمراء الكثير من المتاعب. تظهر بثرات على البقع اللدغية التي ستتحول لاحقا إلى ندوب. لدغة نملة القش أقل خطورة، يشبه لدغة البعوض. تظهر بقعا وردية اللون في منطقة العض التي تسبب الحكة لفترة طويلة. في لحظة اللدغة تشعر الضحية بألم حارق كما لو تم صب بعض الماء المغلي على الجلد. القمل. إذا لاحظت نقاط حمراء صغيرة تشبه لدغات البعوض في الأماكن التي ينمو فيها الشعر على رأسك ورقبتك وخلف أذنيك، فهذا يعني أن عضات قمل الرأس أو قمل العانة. إذا ظهرت مثل هذه النقاط على ظهرك أو بطنك أو ساقيك فيجب أن تكون هذه النغمات غائرة. ينقل القمل أمراضا شديدة الخطورة مثل حمى الخنادق والتيفود. بق الفراش. للوهلة الأولى تبدو لدغات بق الفراش مثل لدغات البراغيث أو البعوض. يصبح الجلد أحمر متورما ويبدأ في الحكة. ومع ذلك هناك طريقة للتعرف على عمل بق الفراش. اللدغات قريبة جدا بعضها البعض وتبدو كأنها طرق صغيرة على الجلد. لدغات بق الفراش أكثر إلاما من البعوض. يمكن ملاحظة العديد من الطرق في الصباح أثناء اصطيار بق الفراش ليلا.